درس القراءة مدرسة السلط الثانوية هيا بنا لنتعرف على هذه المدرسة بداية نرى في هذه الصورة مدرسة السلط الثانوية سنتعرف عليها الآن بشكل أوضح من خلال هذه القراءة هيا لنبدأ مدرسة السلط الثانوية تعد مدرسة السلط الثانوية معلما تربويا وعلميا وحضاريا فقد كانت المدرسه الثانويه الوحيده في الاردن طوال عهد الاماره وتخرج فيها عشرات الطلبه من ارجاء الوطن كله وكان لهم الفضل في بناء الاردن الحديث في مختلف المجالات السياسيه والاداريه والقضائيه والفكريه والادبيه بدأ ببناء المدرسة على التل المطل على وادي السلط بمساحة ثلاثين دونما، وشارك المواطنون في بنائها، وجمعت التبرعات منهم ومن الأثرياء، ووصل الملك عبد الله الأول ابن الحسين حين كان أميرا إلى الموقع، فوضع حجر الأساس في احتفال حاشد، في المدرسة ملاعب وقسم داخلي لمبيت الطلاب الذين كانوا ياتون الى المدرسه من الاقطار المجاوره وفيها اول مكتبه مدرسيه في تاريخ الاردن واول مرصد جوي وحظيت مدرسه السلط كذلك برعايه جلاله الملك الحسين طيب الله ثراه فقد زارها أكثر من مرة وأشاد بدورها التربوي الكبير في رفض الأردن برجال الفكر والسياسة وما زالت تحظى برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله. الآن سنبدأ بالتعرف على أهم المعاني والمفردات الجديدة في هذا الدرس ونوضح شرح مبسط لفقرات الدرس، لنبدأ. تعد مدرسة السلط الثانوية معلما تربويّا وعلميا وحضاريّا، ما معنى معلما؟ معلما بمعنى بناء مشهورا، معلما بمعنى بناء مشهورا. تخرّج فيها عشرات الطلبة من أرجاء الوطن كله. ما معنى أرجائي؟ أرجائي بمعنى أنحاء أرجائي بمعنى أنحاء بدأ ببناء المدرسة على التل المطل ما معنى كلمة المطل؟ المطل بمعنى المشرف المطل بمعنى المشرف جمعت التبرعات منهم ومن الأثرياء ومن الاثرياء ما معنى كلمه الاثرياء الاثرياء بمعنى الاغنياء الاثرياء بمعنى الاغنياء فوضع حجر الاساس في احتفال حاشد ما معنى كلمه حاشد حاشد بمعنى كبير اذن حاشد بمعنى كبير فيها اول مكتبه مدرسيه في تاريخ الاردن واول مرصد جوي ما معنى مرصد جوي اذن مرصد جوي بمعنى موضع تعين فيه حركه الكواكب هو مكان وموضع تعين فيه حركه الكواكب ويتم مراقبه الكواكب من خلاله حظيت مدرسة السلط كذلك برعاية جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، ما معنى حظيت؟ نالت، إذاً حظيت بمعنى نالت، وأشاد بدورها التربوي، وأشاد بدورها التربوي، ما معنى كلمة أشاد؟ أشاد بمعنى أثنى عليه ومدحه، أشاد بمعنى أثنى عليه ومدحه، وما زالت تحظى برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، ما معنى تحظى؟ ما معنى ما زالت تحظى؟ تحظى بمعنى تنال مكانة، تحظى بمعنى تنال مكانةً. إذا أهم المفردات الواردة في هذا الدرس: معلم بمعنى بناء مشهور، أرجاء بمعنى أنحاء، أرجاء أنحاء، المطل المشرف، المطل المشرف، مرصد موضع تعين فيه حركات الكواكب، رفد دعم، رفد دعم. عهد بمعنى زمن الفضل الاحسان الفضل الاحسان حاشد كثير حاشد كثير اشاد به اثنى عليه ومدحه تحظى تنال مكانه هذه المعاني يا خامس يطلب منك حفظها غيبا ساقوم بشرح سريع لفقرات هذا الدرس هيا بنا لنركز معا اذا بدايه ورد في الفقره الاولى تركيزا على ان مدرسه الصوت الثانويه كانت معلما تربويا وعلميا وحضاريا ثانيا بدا ببناء هذه المدرسه على التل المطل والمشرف على وادي السلط وكانت بمساحة ثلاثين دونما خلال بناء هذه المدرسة شارك المواطنون في بنائها تبرع الأغنياء من أموالهم لبنائها وأيضا قام الملك عبد الله الأول بن الحسين بوضع حجر الأساس في احتفال حاشد في المدرسة ملاعب وقسم داخلي لمبيت الطلاب، فيها أول مكتبة مدرسية في تاريخ الأردن، أيضاً فيها أول مرصد جوي، نتابع بعد ذلك اهتمام الهاشميون بهذه المدرسة، فقد حظيت أيضاً باهتمام ورعاية جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، وأيضا ما زالت تحظى لوقتنا الحالي برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فقد كان هناك دور كبير للعائلة الهاشمية بالاهتمام بمدرسة السلط الثانوية، التي كانت المدرسة الكاملة الأولى في الأردن، وما زالت من أهم المدارس الموجودة حتى وقتنا الحالي. هيا بنا لنتعرف معا على أهم الأفكار الرئيسية الواردة في هذا الدرس. الأفكار. الأفكار الرئيسية. مدرسة السلط الثانوية هي المدرسة الكاملة الأولى في الأردن. ثانياً، وضع الملك عبد الله الأول حجر الأساس في بناء مدرسة السلط. ثالثاً. في المدرسة أول مكتبة وأول مرصد جوي في تاريخ الأردن. رابعاً حظيت المدرسة برعاية الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وما زالت مدرسة السلط الثانوية تحظى برعاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حتى وقتنا الحالي. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، أتمنى أن يكون درساً ممتعاً للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته